السلام عليكم ورحمه الله. بتتبع قناه شو تي في، كيف كتشوفوا حنا كتوجهوا الان المدينه الاقتصاديه مدينه الدار البيضاء. الحمد لله امطار خفيفه، امطار الخير تتهطل في الاثناء ورياح قويه. نتمنوا الناس من المباشر باش ياخذوا شويه الحيطه والحذر، لان كيكون الكليساج بعد بس الاولى كيكون الكليساج. اصحاب السيارات يتابعوا ياخذوا الحيطه والحذر، اصحاب الدراجات الناريه والناس الله يجزيهم بخير باش يتاجبوا ما ياخذوا شويه السرعه، يتاجبوا في الطريق ويتابعوا يتابعوا الراجلين ويتابعوا كل واحد مسكين. تبارك الله تبارك الله، الحمد لله. نتمنى تكون على قد النفع، الحمد لله. كتشوفوا معايا متابعي قناة شو تي في، الرياح قوية. كيف كتشوفوا هنا كل ما زاد السويكلاص السرعة كل ما الشاكت كتزاد. تبارك الله الحمد لله على الخير، الحمد لله والشكر لله. يا ربي تعطي لنا على قد النفع. حنا المباشر باش نحاولوا ننبهوا الناس اللي غيشدوا هذا الطريق هكا وحاولوا ينتبهوا يلتزموا، فهمتي، يحاولوا ينقصوا من السرعه. الرياح قوية زي من اتجاه البحر. بس الناس انتبهوا كما كتشوفوا حتى الرقية حتى هي كت تشوفوا معنا. تبارك الله الحمد لله على الخير. الحمد لله والشكر لله. نتمنى ان شاء الله ربي يعطينا على قد النفع، ونتمنى الناس اللي شادين الطريق والناس اللي مسافرين والناس اللي جات مع نهايه الاسبوع يحاولوا يلتزموا شويه الحيطه والحذر. نقصوا بالسرعه كتشوفوا تبارك الله الشتا قوية ومع الرياح حتى الطريق مكتبقاش تبان مزيان، الإنسان خصو ينتبه، الإنسان يمشي بسرعة، يبقى شوية السرعة وينتبه.